بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نفتتح عامنا الدراسي الجديد عام 2019-2020. نتمنى التوفيق والنجاح لكل أبناء العراق تلاميذ وطلبة. بدء العام الدراسي الجديد، توافد الطلاب على المدارس لليوم الأول، لذلك كادر الشرقية وبرنامج أهل المدينة متواجدين في إحدى مدارس بغداد لننقل لكم اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. خليكم ويانا. سعيدين جدا ان نزور هذا الصرح الكبير مدرسة نجيب باشا الابتدائية، ونهنئ ونبارك لابنائنا التلاميذ والطلاب في بدء العام الدراسي الجديد وملاكاتنا التعليمية والتدريسية، وان يكون هذا العام عاما متميزا، عاما مليئا بالنجاحات التي تربو اليها وزارة التربية ومحافظة بغداد، بان يكون المستوى التعليمي والتدريسي في العراق بمستوى الطموحات الكبيرة التي نتمناها. حقيقة اليوم الدراسي الأول يوم جميل بالنسبة للجميع كملاكات وكتلاميذ وطلبة. يعني حضرتك سألتني هل أكو شيء داخل المدرسة يتغير؟ المدرسة بطبيعتها هي البيت الثاني للطالب، وإلها فد تأثير كبير على الطالب. نشوف اليوم احنا من الطالب يدخل الى هذا الصرح ويشوف هذه الرسومات وهذه النظافة وهذا الاهتمام، هذا من لم يأتي اعتباطا، هذا جاء نتيجة الجهد الكبير من إدارة المدرسة وملاكها والعاملين فيها ان تكون مدرسة نجيب باشا الابتدائية بهذا المستوى المتميز. وحضرتك قلت كأنها مدرسة اهلية، لا، احنا عندنا مدارس حكومية ليس نجيب باشا حسب، كثير من مدارس تربية الرصافة الأولى بهذا المستوى وبهذا التألق وبهذا الجمال وهذا الاندفاع، والنتيجة كانت أنه نسب نجاح هذه السنة كانت جدا عالية من الدراسة الابتدائية. وأننا نستعد الآن لعام دراسي جديد، نسأل الله أن يوفقنا لخدمة أبنائنا الطلبة. عادة مثل ما تعرفون يعاني الطالب من صعوبة التأقلم للعام الدراسي، ما بين العطلة وما بين برنامج اليوم يختلف من مثلا سهر ولعب إلى بداية دوام والتزام ودراسة. لذلك احنا الحمد لله إن شاء الله ما نكون مقصرين بناحية، وفرنا كل ما يحتاجه الطفل واتبعنا التعليمات طبعا اللي هي احدث ما يكون في نظام التعليم الابتدائي، اللي خاصه بالتعلم عن طريق اللعب، وما نخلي الطفل يحس بفرق وملل وركود او روتين. لذلك خلال هذا الاسبوع تخلي له انشطه وفعاليات تحبب الطفل بالمدرسه. اني دخلت للاطفال، احنا اليوم لان اليوم اول يوم واكيد الطلاب جايين مفاطرين، فقلنا اليوم سناب خفيف، بس اني اسوي لهم وجبه غذائيه صحيه وخاله الجدول على لوحه الاعلانات انه اكل صحي. انا اهتم بالاكل الصحي، فلازم طلابي يكون اكلهم صحي، يعني ما اريد هاي الشغلات الزيوت والمقليات والهاي. اهتم احنا ليش ما نشاهد هذه الامور بمدارس حكوميه؟ يعني الاهالي عندها استعداد. اتمنى لان احنا مدارسنا الحكوميه كانت، انا كنت معلم مدارس حكوميه، وكانت احنا الطالب يعني تحصيل المادة قوي، وأنا بنتي تخرجت طبيبة من العراق، يعني لأن كان مدرسة حكومية. أنا وردة بيضة شكلي جميل،
يا مرحبا يا ماني لما الأمين، يا أطفال يا شطار اشرب الحليب للصحة والقوة أسأل الطبيب. اشكر على البهلك واشكر الإله، لازم تشكر ربك قبل ما تنسى. نبدأ العام الدراسي الجديد بالترحيب بطلبتنا الأعزاء من الصف الأول إلى الصف السادس، وأرحب بكم أنتم كادر الشرقية وأهلا وسهلا بكم، وكل عام وطلبتنا الأعزاء بألف خير، تلاميذنا أبنائنا فلذات أكبادنا. نرحب أيضا بالتلاميذ الجدد اللي هم بالصف الأول الابتدائي، لأن تعرف اليوم يعني أول يوم وشوية يمكن يكون المكان يعني جديد عليهم، من روضة وتمهيدي إلى مدرسة إلى يعني، فشوية إحنا لازم يعني شلون نكون وياهم شلون كأم ثانية بالمدرسة، يعني شوية نعوضهم عن أنه إذا أكو طالب يرتبك أو يخاف. طبعا بداية عام دراسي سعيد وموفق إن شاء الله الجميع أبنائنا وطلبتنا. أنا كولي أمر عندي طفل واحد صف أول ابتدائي، الحماس اللي عشته يعني أنه كبداية دوام وأول سنة وأول ابن يعني فجد شعور ما يوصف، وهذا الشيء أيضا بابني أيضا موجود، أنه بالأخص من بدينا نحضر كمستلزمات الدراسة أمور إزاي يعني، شان صراحة يوم حلو. أنا يعني كبداية صباح راح أنه ابني أول يوم أودي ومدرسة، ويعني نبدي مستقبل مثل ما يقولون نأهله. استقبلنا التلاميذ الصف الأول وكان استقبال بهيج. كما تعلمون الأسبوع الأول يكون أسبوع التمهيدي، الأسبوع التمهيدي للتلاميذ، يعني التلميذ تعرف أستاذ بين ما يجيك للمدرسة ما يفرز المعلم يصح لعمه، فإحنا لازم نعلم التلميذ بمكانه وبالقيام وبالجلوس، سلام عليكم السلام، نعلمه تمهيدي بعد يعني، ومن بعد تكون الدراسة. فاستقبلناهم إحنا استقبال التلميذ من يجي للمدرسة استقبلناه، وزعنا الهدايا عليهم ووزعنا الحلوى عليهم، وسوينا نشاط داخل الساحة من قبل المرشدين الصفوف، أعطيناهم العلم العراقي أثناء مسيرهم، نوزع لهم الهدايا والشوكولاتة بحيث يكونون يتأمنون ويرتاحون من يشوف المعلم وياهم دا يمشي ودا يصفق وياهم ودا يضحك وياهم ودا يوزع لهم الألعاب كيفوا.